نقول لوليد حرصتهم عليا واخا. انا دابا الصراحه بغينا نشارك معهم العشيوه ديالنا البسيطه. عليكم وليداتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ونتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وبالدعوه ديالكم. احنا لحقنا الدار ديالنا والله مالك الحمد، وتوحشنا دارنا وتوحشنا وليداتنا، والله يرضي عليكم والله يسهل اموركم وليداتي كاملين. وكلمة الحسن نكمل معاك اخو سي، راه حاجينا كانت القضيه راه هي حسن قبيلات حتى راه جايين في الطريق، ودابا غادي نصوني في الشارع. دابا كاين غادي نصوني على خلاص. شوفوا رشيد القضيه رويده هي الطاقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام اخو سي رشيد، بخير انيا؟ صحيح اكيد. حلينا الدار نطلعوا. لا اخويا لا، معكم غالطين في النمره. هادي دارنا ولا ماشي دارنا؟ اش قالت مولاي؟ أم حليمة هضرب الدورة. يا ركب عليا شي واحد الله يا خوتي، صعيبة هاد الليلة والله. هادي لا حامضة وليداتي. كاين شي دار أخرى عندك شنو باتي فيها؟ ما عندي وليدات، دار غادي اللي كاين. دار خطيبة رشيدة. هاد الليلة أختي الله يرحم الوالدين. الله يسهل عليك أبنتي، دابا غا حلو علينا. غا حلو وتفاهموا فوق. عيدها دراتي فيها بعدا نصبع كبيرة. الله يرضي عليك. لا لا ان شاء الله ما يكون غير الخير. لا صافي اخر مرة. هما الاخر. لا الهضرة ديال المعقول. لا بنتي ما عمر هادي ياك داود ما عمرو يعاود. هادي وتوما. هادي وتوما. لا والو. ها هي مخطة في الباب. دابا غادي نصيفطو سفينة تما فوق. شوف القضية كي دايرة. إيوا سير أمي سير أنا لقيتي. ما تخافوش عليا انتوما، خايفين على راسكم. السلام عليكم خوتنا المشاهدين، نهار كبير هذا، جايه الوالده والحسين والبنات. والله الا حنا فرحانين، خلاو علينا واحد الضيم، ولكن غادي ياخذوا العصا. وحنا غادي ياخذوا العصا، ولكن انا عمرات علينا اختي السعديه وخويا ابراهيم، ولكن ما يهمش حنا توحشنا الوالده بزاف. والله العظيم المشاهدين كلهم تيعلقوا تيقولوا فين الوالده ولا ترجع. وشحال من واحد صوني عليا عند خويا عبد العالي، والله العظيم واحد المجموعه ديال الناس من اوروبا اللي قالت الوالده قول لها ترجع السي حسن، راه يعني بحال يعني من مرات طنجه ما بغاوش الناس في التعاليق، وسيرتو في التعاليق يكتبوا. السلام عليكم. ها هي جايه. وعليكم السلام. ايوا عندك ما بناش غنبداو دار. اهلا ومتى كدير؟ توحشناكم توحشكم بايس عندك. هادي وليده وليده، دابا سمعي الوصايا ديال الوالد شنو غايقول لك. بسي حداها بعدا. ايوا انا غادي، ايوا راني توحشت وليداتي انا وليداتي. اش نرويلو؟ وداري. اش نتجمعوا هنا؟ نتجمعوا بعدا الطبيله الزوونه. مرحبا بكم سيدي الوالد هنا سيد. وليده النهار توصينا دابا. ما عمرتي ديما نعاود، قالت ما عمر داود ما يعاود. اش هو رشيد؟ اش هو رشيد؟ نجلسوا هنا نتجمعوا كاملين. وغادي نتسنطوا ان شاء الله في الحوار. ودابا كما كتشوفوا تجمعنا الوالده، توحشت الدار ديالك، توحشت الامور ديالك. والله الوالده توحشت الدار ديالي، وكل واحد هنا يخطي له الدار ديالو، وتوحشت الدراري ديال وليد حسن، وتوحشت رشيده وباكم محمد وكلشي وحسن، والمهم الدار كامله. سي حسن قلبو عمرينا، سي حسن والوالده رشيده. هي اللي مجيت. لا هذه ما تشوفوا جاي الوالده وصافي. ايوا مي داكشي اللي كان. رشيده كاع واش حلينا الباب كاع. باغا نحل، راه قال لي عمي ما تحليلهم. ياك ولا غير بقاو فيا الليل هذا. غير بقيتو فيا الليل هذا، ما عندي كي ندير لكم. لا اله الا الله. ما عمرهم ما تقلقوا وليداتي حتى لهاد المره. اه الصراحه حتى انا الوالده. السلطان كاين. يلاه ايوا صافي، ما عمر كاع كداو. وي خاصك تجمع رئيسك وتقول سير في دارك، وتخدمي على لي فلوك ديالك، وتخدمي على المتتبعين.
ونقعد في الدار ديالي درت مطيشه ورجع البركه دعمتو وعاونتو دعمتو الناس ودعمتو وعاونتو وفعلتو في المغرب تنشوف الدمية ديالكم هي ديالكم الله يتقاسم اي والله شي زعما مزيان ماشي دابا راه من النهار هذا ان شاء الله حتى فاطمه الزهراء بنتي راه هذا الشيء ضاري ما تقعدش هنا ابدا صافي القرار فاطمه الزهراء هي اللي جربتني غير الشيء الوالده شدات لك البنت ديالك ماشي فاطمه الزهراء تياتيم كان تيبكي عليا والله العظيم تياتيم شحال بكا وشحال اصلا بعد الوالده الحليب والتمر ويصاوب الله يصاوب الله ان شاء الله بسم الله بسم الله داكشي اللي كاين ومن هذه ان شاء الله حنا غنقعدوا في دارنا نجيو من مراكش نديرو جدول طنجة يا لالا انا جاي من مراكش طنجة بزاف والتليفون والتليفون تليفوني من خلال التعاليق واحد المجموعه ديال التعاليق واحد 70% العكس ترجعوا للمحتوى الله يبارك لنا صرضوا البارح التعاليق ان شاء الله الوالده ماشي يقول دارها بغينا الوالده يعني مع 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 الخبيزه الروتينات اليوميه صافي صافي جبنا شربات هاد البقوله هذه ما شنو والله الا خويا الحسن كنرجع للفيديو كنلقى تعاليق جداد يومين ثلاث ايام للفيديو القدام اللي يلاه بدينا يعني المتتبعين ديالنا رجعوا لي فيديو اللي كانت فيهم المتعه وكيبغيوهم انهم يشاهدوهم رجع غتلقى في الفيديو ديال القدام لي فيديو مهم القدام عامه اللي كنا كنديروا مع ام حليمه هذه تقول المهم الروتينات ديالنا ايوا ان شاء الله دابا وجه كبير ورغبني راه هي سادية يا سادية يا سادية لا ما يعاودش ما يعاودش لا ما يعاودش لا ما يعاودش لا ما يعاودش لا خلعتونا دابا صافي ما عمرنا ما نخرجوا ولدي دارنا صافي لا والو دابا غنجيب الوالده ورشيده وحسن غندخلوا الكوزينه نشوفوا شنو كاين في الجميله انا شنو الحليب عافيه العظيم راه ملي كتلقى الدار خاوية كتحس بحال الدار كتبكي ما عاد بنادم والله صافي لا حتى كوزينة يا ام حليمة كوزينة واش دار خواتها حسن بحال ناقصه فيها شي حاجه ولكن الوالده طرفات من مراكش سقات لينا في طنجة والله الوالده زيرو لهاد الناس شنو السي حسن الناس يسولوا عليا واه السي حسن واقول لهم حليمه بغيناها في الدار مع رئيس حسن صافي يا خويا مليون ان شاء الله اشوفوا ام حليمه وعريستها غير في الدار ان شاء الله والروتينات اللي كيعجبوكم يزيدوا عطيونا الافكار ديالكم ان شاء الله اللي بغيتوها هي اللي كاينه حرستهم عاينا رشيده عاين نقول لوليد حرستوهم عليا واخا قالوا لك بغينا ام حليمه نشوفوها في قناه محبوبه ما نشوفوهاش هنا وهنا في قناه مربوحه تحكموا عليها تكوني مع اختي حاده تحيه لخويا يونس نتمنى من خويا يونس من هذا المنبر ان شاء الله يا رب العالمين انه يرجع للروتينات لان يونس راه يعني يحبب عباد الله في العروبيه ويحبب عباد الله في الباديه واللي تتخليت عليهم اخي يونس لا اخي يونس ترجع للميدان وترجع بواحد القوه تميز لك الا طاقه وقوه ان شاء الله واكيد تعازينا الحروف ترى بها في هذه الايام ان شاء الله يا رب العالمين ندير بلاصه تمايا ونشوفوا ربيعه ونشوفوا الاجواء تما وطمئنوا العائله ديالنا الحمد لله كامله ندوروا واحد الدور ان شاء الله يا رب العالمين لديورنا القدام والجدد
ودابا غنتسناو الحديده ملي غتحط تما نقول لكم مع السلامه السي حسن. الاقتصاديه بالحضور الاقتصاديه اكيد راه هي اللي عمرت هنا لواحد 40 ولا 50 والله عادي ما حنا داخلين صافي انا الى خرجت مره وطولت هذه المده غندير لكم واحد واحد لا عقوبه كبيره تشيروا راه شي ديالهم محبوبه هذو وحنا ان شاء الله نرجعوا للروتينات ديالنا ولاد سميتهم ورجع ترجع منكم حماه البقوله دابا راه وقت البقوله دابا خرجوا بعد وخرجوا والخرجه وازر على الجبانة هنا كنا نشاركوا مع المشاهدين ولدي وازر على هنا كنتي تجي تصب تريفو ساعه حالهم حالهم والله ما كاينه انت راه كيف زعما ولكن الوالد الحسن تيعجبو الطيور ديالي هي ما ديما تيبغيش يدخل حسن ينصب لي انا عارف الامور بالنبي غنشاركوا مع هذا الكبير حسن ديك شنو صافي ان شاء الله قريب العاجل غدا شاركوا مع المتتبعين بعيدا غير طنجه حسن عنده طياب غزال زي الطياب ديال دكوان صافي والله الا غدا ان شاء الله رشيده غدا ان شاء الله غنشاركوا الكاميرا ديال حسن بالرفقه معك انت اكيد ان شاء الله يا ربي صافي غدايا المتتبعين غتشوفوا الكاميله ديال حسن واخا هادشي يعني تنضحكوا هذاك الشيء الانسان يتهلاو في الوالدين حنا واخا هادشي غير من باب المحبه يعني الحب هو اللي ما خلاناش اننا نتزلاو ولا اننا نتفركسوا كما تيقولوا راه الوالدين هما كل شيء راه الا ما كانوش الوالدين في الدار راه في الدار ظلمه والله العظيم موالفين حنا هاد الجيل ديالنا طيب متعبين حتى وناكلوا جميعا ونتغاوطوا ونهضروا الدار ولا فيها الصمت اصاحبي السيلونس دابا غنتسناو حسن الكاميره ديال غدا وغنتسناو الحلال تحت ان شاء الله يا ربي واكيد واحد ضروري صافي غدا ان شاء الله الكاميره ديال حسن وبقاو معها ان شاء الله يا ربي اللي غطي الحلال ديالنا نحطها مع شويه ديال اتاي شويه ديال الحلوه الشبكيه باش تشوفين اكيد بالرفقه ديال اختي السعديه شانيل يلاه بقاو معنا ما تشوفين ان شاء الله في الدار ديال ام حليمه حقيقيه ان شاء الله يا ربي انا راضي عليكم انا دابا الصراحه بغينا نشاركوا معهم العشيوه ديالنا البسيطه صراحة انا درت الحريره على قبل ام حليمه لان عرفت ان ديالها ولا شي حاجه ما غاديش يعني راك عارف كتفادى دابا اللحوم والشحوم شنو كاين اختي رشيده دير هذه في الطبق ديالنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله حبيز ديال الدار والشباكيه ديالنا والتمر صافي هذا هي العشيه ديالنا ان شاء الله ويدا هي العشاء الخيره هذا هو العشاء امنوا الخروج انا وهيدا صافي والله هذا هو الريجيم والله العظيم ايوا الله يرضي عليكم وليداتي والله يسهل اموركم كاملين ويسمحوا لنا المحمد اللي تيتوحموا والله يبقوا حيلكم على خير والله يوصلكم في تتمناو مع وليداتكم ان شاء الله وليد منو الخروج دابا صافي انا عاد وليت ضحكت شويه بالثاني ما قلتيش اول ضحكة لا والله لا فهمت سعدية قلت الله يخليك لينا يوم من هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هيا الله فين نمشيو صافي يعاودي الخروج الحسن حسن اللي قرر ماشي على زعما بغضان في شي حد ولا محلي ما خصها ترتاح مراه كبيره صراحة ولدها راه كيحس بها يعني هي ما غاديش تقدر تقول ما خصنيش نخرج زيد اخويا زيد نمشي ولكن حنا اللي ولادها اللي خصنا نحسو بها لان الكيزه ديال الدار خصنا نحافظوا عليها صراحه راه بلا بها راه ما كاينه حتى حاجه شنو كاين السي حسن قلتي واحد القضيه اخرى نشكر انا جميع المشاهدين اللي كتبوا لنا في التعليق اللي احسن كنتو نتوما غلطان احسن راه يعني تيحبوكم الناس اللي تيكتبوا لكم ترى تيوريكم يعني ترجعوا للطريق الصحيح والطريق اللي بيجوا فيها في المينوال اللي بيجوا فيها في المينوال نمشيو عليه ان شاء الله شي خطاب الوالده للمتتبعين نقول لهم وليداتي بني راه كيتفرجوا فيك دابا الناس الوالده كتهضري معاهم وكيشاهدوا باش بغيتوا غير هاد الكوزينه انا معاكم الكوزينه قالوا لك شحال من وحده عيطات لي قالت لي كانت وحشه امي حليمه ملي كدير لنا خبزه مرصيطه بالعشور مرحبا كان الوالده غير مرصيطه والبقوله ما عم كيدير لنا شفاج ياك توحشوا حتى الحجايه ديالو
دابا غادي نخرجوا ان شاء الله يا ربي في اجواء ديال الدار ان شاء الله يربي وغنشوفوا الحريره ان شاء الله يا مول هنا. ها هي الحريره النقيه. وايلي 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 هذه النساء دابا غادي نخرجوا هنايا ان شاء الله. ايوا غنحطوا العشيوه ديالنا ومعنا الضيوف اكيد اختي السعديه وخويا سي ابراهيم والاخ محمد الريفي يعني كجامع الحسن كنرحبوا به بزاف. واحد النقطه راه كنقالها لوليد بغيناهم يوصلوا اختي سعديه حتى هي ل 100 كا باش تفرح بينا ودينا شي حفل كبير ان شاء الله. انا نصيحه 50 ديال السعديه تجي عندنا حتى تجي واحد القلب كبير حسن عندها غرض التصوير حبة تجي حب لله لحكم الوالدين بعاد وبا محمد في بلاصه الوالد ديالي الله يخليك بنتي الحبيبه والله فيهم زوينه خويا الحسن حتى الزوج ديالها ملي تيجي عندك كتحس بحال زعما راه في دارو ماشي من النوع اللي الوحيد اللي تيبات عند اللي ما تيبات حتى في دار من غير دار قسما بالله الله يرحم دارو وعلى الصح يلا غيكون كل جديد دابا ان شاء الله. دابا الوعد غادي نعطيو للمؤسس بعيد ديال المحبوب تيبغي نقول لهم انا الناس صافي الاخر تحملوا شوليتو صافي الاخر تحملوا. السلام عليكم باي 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 عليكم باي باي.